من النقد العربي أيضا، هذا الشاب يقول: ما حكم الشرع في نظركم في الشاب الذي يصلي ولكنه يرتكب المخالفات والمعاصي المأجورين؟ عليه التوبة إلى الله، صلاته عمل صالح وأداء للفرض، والمعاصي والسيئات التي يقع فيها يؤاخذ عليها، إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه التوبة إلى الله والابتعاد عن الذنوب والمعاصي. قال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تسمعون. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلا يليق بالمصلي أنه يفعل المعاصي لأن صلاته تنهاه عن ذلك. نعم.